اهلا بكم من جديد، ونقول خبر حلو. خلونا نبدا باخبار حلوه، والخبر اللي يبدو انه جيدا هو خبر ارتفاع مؤشرات البورصه. وخلوني اشرح لكم يعني ارتفاع مؤشرات البورصه. النهارده كان في موجه جيده من الشراء للمصريين والاجانب، يعني مؤشر اي جي اكس 30 ارتفع ب 7%، 7.5%. الرقم اللي هو بيقول مثلا ان البورصه كسبت 18 مليار. خلونا بس نتحقق من دقة هذه الأرقام بشكل واضح من الأستاذ هاني توفيق، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر. أستاذ هاني مساء الخير. أستاذ هاني. أيوة أنا معاكي. سامعاك. قول لي تعليقك إيه على أداء البورصة النهاردة والارتفاع القياسي اللي كان في البورصة، إيه أسبابه وتعليقك إيه عليه؟ طبعا البورصة زيها زي أي قطاع تاني في البلد كان متوجس من مسألة حسم مسألة الرئاسة، والخوف كان إن المعسكر الآخر هو اللي يفوز. فكان في ناس في ميدان التحرير قاعدين متربصين، وكانت العملية هتبقى يعني غير مرغوب فيها. وبالتالي أول ما اتضح إن الإخوان المسلمين وميدان التحرير مع بعض كسبوا، يبقى ده فيه معناها استقرار على المدى القصير على الاقل. فيه استقرار، وده معناه على طول انه البورصه بتعكس هذا الاستقرار المتوقع. والاهم من ارتفاع المؤشر بتاع البورصه بالنسبه لي ارتفاع حجم التداول تقريبا الضعف عن الايام اللي فاتت، وده طبعا بيعكس ثقه ودخول اموال جديده للبورصه. على الاقل برضو على المدى القصير، انا سمعت المقدمه بتاعتك وانت كنت على حق يعني انه احنا مش عايزين نقف قوي قدام ان البورصه طلعت، انما اللي اهم الاستقرار، دوله المؤسسات، احترام الدستور، مدى سرعه انصراف الناس اللي في التحرير والناس اللي قاعده دي ترجع تاني شغلها، التزام الرئيس الجديد بالاحكام اللي طلعت الفتره اللي فاتت، هو ده اللي هيخلي ان البورصه تظل في صعود مستمر الى ان ترجع لمستوياتها القديمه ان شاء الله. في مين اللي دخل اشترى يا أستاذ هاني؟ هل مصريين، أجانب، عرب؟ يعني من رؤيتكم السريعة كده للبورتفوليو اللي دخل اشترى. لا، مؤسسات ومؤسسات عربية. وطبعا هي مش عايزة حد، هي عايزة حد معاه سيولة. الناس كلها كانت عايزة تشتري، بس أغلبية الناس اتزنقت جوه ومعاها سيولة كفاية بما فيها الصناديق المصرية. طبعا اللي داخل صناديق أجنبية وصناديق عربية أكتر منها محليين. يعني إذن البورصة محتاجة استقرار، يعني زي أي اقتصاد محتاجين استقرار، محتاجين تفاؤل بالمستقبل، لكن ده مش يعني ده مؤشر بس على المدى القصير اللي احنا شايفينه ده. على المدى القصير جدا، مش المدى القصير بس، المدى القصير جدا، لأنه في خلال الفترة اللي جاية دي هيبان زي ما قلت لحضرتك التزام الرئيس الجديد بالمؤسسات الدستورية. خدي بالك الرئيس الجديد ده كمان، إذا اديتيني دقيقتين، الرئيس الجديد ده عنده مشكلة، لأنه هو جاي أصلا بشعبية منخفضة، يمكن 5 مليون اللي زوطوا له أول مرة من 50 مليون، ده أنت بتتكلمي على 10% شعبية، وهو عنده قرارات كتيرة قوي وعنده وعود انتخابية أداها كتير قوي. إلى أي مدى؟ والناس اللي جم في المقدمة بتاعتك في الأول كلهم باصين تحت رجليهم، اللي عايز يزود مرتبه، واللي عايز ياكل، واللي عايز موقف توك توك. وبالتالي الناس دي مش هتستنى كتير على الرئيس الجديد، فهو هيبقى واقع في مآزق شديده جدا مع اقتصاد هيكلته كلها محتاجه شغل جامد. الى اي مدى يقدر يشتغل على كل هذه الاتجاهات في نفس الوقت؟ مساله نرجو من الله انه يقدر يكمل فيها، وده اللي يرجع كل حاجه زي ما كانت ان شاء الله. يعني اعتقد ان انت قلت كلمه مهمه، يعني اظن انها القنبله التي سيواجهها الدكتور محمد مرسي هي القنبله الاقتصاديه، يعني اهم كتير من اقتسام السلطه. بشكرك استاذ هاني توفيق، رئيس اتحاد الاستثمار، الاتحاد العربي للاستثمار المباشر. القنبله الاساسيه التي امام الدكتور مرسي هي القنبله الاقتصاديه، هي الوضع الاقتصادي، هي الكارثه الاقتصاديه. امبارح هو قال برضو في خطابه: مواردنا كتيرة ومصر مليانة موارد،
يعني انا هقف برضو قدام الكلمه دي واحط ثلاث خطوط. يا دكتور مرسي بص على الميزانيه الاول، يا دكتور مرسي خلي حكومتك تشوف الوضع الاول. فكره ان مواردنا كتيره دي يعني انا مش متاكده منها جدا، لان عندنا مشكله موارد وعندنا مشكله انفاق وعندنا مشكله موازنه خطيره جدا. عليك ان تنظر اولا قبل ما تقول ان مواردنا كتيره وان الخير كتير والوضع سهل جدا وان سهل حله. القنبله التي امام الرئيس هي القنبله الاقتصاديه، ودي حاجه نفرد لها حلقات الحقيقه في المخاوف. يعني احنا هنمسك المخاوف دي واحد واحد نبتدي نفصلها. النهارده بنتكلم على دوله القانون، ممكن يوم تاني نتكلم على الاقتصاد، لكن القضيه الاهم هي الاقتصاد. اذا قدر ان هو يفك تشابك القضيه الاقتصاديه، يحل المشكله الاقتصاديه ولو بشكل على المستوى القصير ثم المستوى البعيد، هي دي القضيه. وده اللي يفسر لنا ليه كل الاقتراحات باسماء، معظم يعني الاقتراحات باسماء لرؤساء الوزراء معظمهم من القطاع الاقتصادي. وده طبعا ذكاء الحياه من الحريه والعداله. النهارده مثلا في من الاسامي المقترحه الدكتور حازم الببلاوي وزير الماليه السابق، ايضا من الاسماء المقترحه الدكتور فاروق العقده محافظ البنك المركزي، من الاسماء المقترحه قانوني وهو الدكتور حسام عيسى. لكن مثلا اكلمكم على الدكتور حازم الببلاوي، انا اتصلت بيه الحقيقه هو في باريس، اتصلت بيه قال لي ما عنديش اي علم بهذه القضية، ما عنديش علم بهذه الترشيحات، لم يعرض علي شيء، ما أعرفش أي حاجة، وهو في باريس. اتصلت أيضا بالدكتور فاروق العودة، ويعني في حل ان انا اقول المكالمه، لكن يعني يستطيع الدكتور فاروق ان هو يتكلم عن نفسه اذا اراد. لكن انا معلوماتي ان الدكتور فاروق يريد يعني ينهي مهمته في الحفاظ على البنك المركزي والحفاظ على المؤسسه المصرفيه اللي قدر ان هو يحافظ عليها في وقت صعب جدا، وقدر ان هو يحافظ عليها ويريد ان هو يستريح. لكن طبعا ده قراره، انا مش هقدر يعني اتكلم في هذه القضيه واناقش هذا القرار، ده قرار فاروق العوده اذا ما عرض عليه واذا ما عرضت عليه. لكن لو احنا بنفكر بشكل اقتصادي ده يكون تفكير حكيم وتفكير ذكي جدا اذا كنا بنفكر في هذه القضيه. طيب نبتدي ناخد اتصالاتنا. معايا على الهاتف الدكتور عماد جاد عضو الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. كنا بنتكلم على المخاوف وعلى دولة القانون وعلى أين يقسم الرئيس، يعني بداية احترام أو عدم احترام دولة القانون، أين يقسم الرئيس القسم الدستوري. مخاوفك من ده إيه؟ يعني احنا جميعا بنتعامل مع مرشح فائز بالانتخابات، المفترض أن يتعامل على أنه رئيس لكل المصريين، يقدم طمأنة للجميع كحالة كل الرؤساء المنتخبين في الدول الديمقراطية. لا يكون رئيسا للفريق أو الجماعة أو المجموعة التي انتخبته، ولكن لكل المصريين. أعتقد أنه بالأمس قدم رسالة طمأنة للخارج حينما شدد على احترام المعاهدات والاتفاقيات، كانت واضحة في جملة بسيطة مكتوبة قرأها. أما فيما عدا ذلك في الداخل في الحقيقة لم يقدم شيئا جديدا، لم يقدم طمأنة، لم يخاطب الذين لم يخرجوا للانتخابات أصلا وهم حوالي 50% من المصريين، ولم يخاطب تقريبا ربع الشعب المصري الذي له حق التصويت الذي صوت للفريق أحمد شفيق. المفترض أن يوجه رسالة طمأنة لكل المصريين أنه سيكون رئيسا لكل المصريين. أعتقد أن رسالته للداخل لم تكن بوضوح رسالته للخارج، يبدو أنه كان حريصا على أكثر من حرصه على توصيل رسالة طمأنة. تفتكر ليه يا دكتور؟ تحليلك لده إيه؟ ليه الرسالة، أنا لاحظت كمان ليه الرسالة متجهة للخارج ولم تكن متجهة رسالة سياسية على الأقل؟ لا ببساطة شديدة عايز يقول أنا سأحافظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، وإحنا فين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اللي ممكن نخرج منها أو في جدل حواليها حسب التصريحات القديمه، الكلام على العدو الصهيوني وعلى اسرائيل. كان المهم توصيل رساله، ويبدو ده توافق مع القوى الغربيه الولايات المتحده وغيرها، وده مهم على فكره. انا شايف ان الامر مهم جدا انه يبعث بهذه الرساله. احنا بنتكلم على دوله مصريه مش على يعني دويله في الصحراء. صحيح. احنا دوله بتحترم المعاهدات وتحترم الاتفاقيات وتحترم القانون الدولي، ومصر من اكثر دول العالم للامانه في اي وقت احتراما للاتفاقيات. مصر ملجأ كانت للحكام المخلوعين لأسباب إنسانية كانت بتستضيفهم، استضافت ملك اليونان واستضافت ملك ألبانيا واستضافت شاه إيران، لأنها دولة لها تراث وتاريخ في احترام الاتفاقيات والتعاقدات. فبالتالي رسالته كانت واضحة وشورت كات قصيرة وجملة وصلت لمن يهمه الأمر.
عايز يقول انني لن امس معاهده سلام مع اسرائيل، خلاص وصلت الرساله. انا شفت بصراحه شديده ان رسالته للداخل لم تكن بنفس وضوح واختصار الرساله للخارج. قعد يسمي في اسماء المحافظات المصريه وذكر العمال المصريين وسواقين التوك توك وغيره، لكن لم يركز كثيرا على طمأنه فريق كان ينبغي ان يحصل على الطمأنه. اعتقد ان كلام الجدل والسجال مش منه للامانه. الرئيس الفائز في الانتخابات دكتور محمد مرسي لم يتحدث مطلقا عن اين سيدلي بالقسم، لكن هناك متطوعون من داخل حزب الحريه والعداله ومن داخل الجماعه، عشرات المتحدثين اللي بيقولوا لنا هيروح ميدان التحرير، هيقسم امام مجلس الشعب، هو لم يتحدث عن هذا الامر، وده بياكد لي نقطه واضحه انه مهما قيل عن الانفصال عن الحزب والجماعه، اعتقد ان ده كلام على الورق، لكن عمليا لا زال عبء وثقل ووزن الجماعه تثقل كاهل الدكتور مرسي. القضيه لا تحتاج مثل هذا الصراع، احنا دوله قانون ومؤسسات، المحكمه الدستوريه العليا رئيسها هو اللي اشرف على الانتخابات وهو اللي اعلن انتخابات نزيهه واشاد بها الدكتور مرسي، ما ينفعش تشد بيها احنا وتيجي تقول مش هحترم حكمها الخاص ب مجلس الشعب، او ما ينفعش تهني المجلس العسكري على التزامه وتيجي تقول انا مش هعترف بالاعلان الدستوري المكمل. احنا كله جدل، واعتقد ان كل المساله دي ستنتهي لما يكون عندنا دستور دايم في خلال ما بين 4 لـ6 شهور، ستنتهي المرحله الانتقاليه، هيكون عندنا دستور. حتى انا مع ان الاعلان الدستوري المكمل اختص كثيرا من صلاحيات الرئيس، هذه الصلاحيات المختصه مسألة مؤقتة جدا ستنتهي بإعلان الدستور أو كتابة الدستور اللي استفتاح عليه اللي يحدد نظامنا رئاسي ولا برلماني ولا مختلط. أشكرك دكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، ومعي الهاتف الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة القاهرة. دكتور حسام مساء الخير يا فندم. دكتور حسام يا دكتور، طب واضح ان الخط قطع. كنا بنحاول نستوثق من الدكتور حسام عيسى حول نبأ ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، هل اتصلوا به من الحرية والعدالة، او هو الحقيقة مش المفروض يتصلوا به من الحرية والعدالة، هو المفروض يتصلوا به من رئاسة الوزراء وليس من الحرية والعدالة. طيب نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنواصل هذه، هنشوف برضو موضوع بكرة في عدد من القضايا المهمة جدا على أروقة المحاكم المصرية، في قضايا ضد حل مجلس الشعب، ضد القرار الإداري. طيب معايا عاد لنا مرة أخرى دكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة القاهرة. دكتور حسام عفوا على قطع الخط فن. أهلا سهلا. أهلا بيك. يعني سمعنا اسم حضرتك متردد بشأن يعني رئاسة الوزراء في المرحلة القادمة أو رئاسة الحكومة، هل بلغك هذا الأمر؟ لا إطلاقا خالص إطلاقاً. لا إطلاقا، ما فيش أي حاجة. لا طيب. خالص. إذا عرضت عليك الحكومة، إذا عرض عليك الرئيس الدكتور مرسي الحكومة، هل ممكن أن تقبلها؟ والله انا بحبش يعني اتكلم عن حاجه لا اساس لها، الاذا ويعني ولو حاجات زي كده، ان الواحد في هذه المسائل عنده مجموعات بيعمل معها وحزب يؤسسه، ولازم يستشير كل القوى اللي هو مرتبط بها ارتباط قوي فيها، انما حتى الان لا يوجد اي شيء، ودي كلها مضاربات. لو سمحتي لي انا عاوز اقول حاجه بس في هذه النقطه. اتفضل. يعني انا الحقيقه سمعت كلام الدكتور عبد المنعم فتوح، هو كلام جميل جدا. وطالب سيادة الرئيس المنتخب بانه يعني ينفصل بالكامل عن الجماعة. وهو ده اللي قاله. انا شايف دلوقتي انه كل ما يتعلق بالكلام عما سيفعله سيادة الرئيس ومن والوزارة القادمة بيصدر عن حزب الحرية والعدالة. صحيح. يعني هذا امر الحقيقه محير جدا في الوقت اللي بيقولوا انه قدم استقالته وانه خلاص هينفصل عن الجماعه وانه رئيس لكل المصريين. صبحي صالح هو اللي بيقول انه هيحلف قدام مش الرئاسه، مش اللي بيتكلم هو سياده الرئيس المنتخب، ملوش علاقه بالحزب بقى دلوقتي. واللي بيتكلم على انه لم يحدث اتصالات بسياده الدكتور البلدي هو حزب الحريه والعداله، بمعنى في النهايه الذي يشرف على كل اعمال وتوجهات الرئيس وماذا سيفعله حزب الحريه والعداله، فاين هي هذه الاستقاله؟ واين هو هذا الرئيس؟ رئيس كل المصريين المنفصل عن الجماعه. انا ارجو ان يكون اهم عندي في انه يثبت بالفعل انه منفصل عن هذه الجماعه وانه رئيس لكل المصريين. اتمنى ان يعين الدكتور ابو الفتوح
نائبا اول له. وفي الحاله دي انا اعرف تماما انه يبقى في الحقيقه انفصل عن الجماعه وانه اصبح رئيسا لكل، لان عبد المنعم فتوح هو اول من نادى بذلك والانفصال عن الجماعه، ويبقى ده تاكيد جميل جدا لانه رئيس لكل المصريين وانه اصبح بعيد، وانه مش الحريه والعداله التي تدير رئاسه الجمهوريه وانما اللي يديرها الرئيس المنتخب محمد مرسي. اعتقد دي ملاحظه مهمه جدا، هي فكره الانفصال، هل الانفصال ده فعلا حقيقي ولا مش حقيقي بين الرئيس وبين حزبه. طب دكتور، ده بقى يخليني ارجع اسال حضرتك تاني، اذا ما كنت عرفت من الدكتور البرادعي عن اي تفاصيل عن لقائه بالمجلس العسكري اللي كنا اتكلمنا عليه مع حضرتك قبل كده في السنة. لا اطلاقا، لا لم يحدث بيني وبينه. الصحيح انا كنت تعبان شويه في اليومين اللي فاتوا وقعد في البيت وما خرجتش نهائيا ولا اتصلت بحد ولا اعلم بشرف اي شيء مطلقا عما دار في هذا الاجتماع. واعتقد انه خلاص ما عدلوش يعني تالي، الراجل كان رايح عشان يهدئ الامور ويعد للمرحله الانتقاليه، واضح الان انه المساله خدت مسار اخر واصبحت في ايدي. والامور كانت هاديه، واضح ان كان في الامور هاديه بين الاثنين، يعني كان العلاقه. لا، وانه كمان الامر الان اصبح في يد الرئيس المنتخب، هو ده وحده الذي يستطيع ان هو بقى يتكلم في هذه المسائل ربما اللي تكلم فيها سياده الدكتور البرادعي. بشكرك دكتور حسام عيسى، استاذ القانون بجامعه القاهره. والحقيقه اشار لنقطه مهمه جدا بنتكلم عنها، هي هل الانفصال بين الرئيس المنتخب وبين حزب الحريه والعداله حقيقي ولا في النهايه مش حقيقي؟ يعني في النهايه سيبقى الاتصال عضويا وفكريا وسياسيا وكل شيء، لان كل التصريحات دلوقتي خارجه من الحريه والعداله. هل معانا جزء من كلمه الدكتور ابو الفتوح؟ اعتقد معانا. طب هناخدها في الجزء القادم، لان الحقيقه الدكتور ابو فتوح قال كلام مهم، وقال ان هو لن يكون نائبا للرئيس منقوص الصلاحيات، وقال ان هو يجب على الدكتور مرسي ان يلتزم بالتعهدات التي قطعها على نفسه وان يكون رئيسا لكل المصريين، ونحتاج لفتره توافق يعني جديده، ويجب على المجلس العسكري الالتزام بتعهداته بشان تسليم السلطه. بقت جاهزه معانا ولا لسه؟ طيب نخرج فاصل. وقال ان احنا بنختلف مع اداء البرلمان، ولكن كنا نرى انه يجب ان ياخذ فرصته لانه جاء باختيار 27 مليون شاركوا في اختيار اعضاء. نشوف جزء من كلمه الدكتور ابو الفتوح النهارده ونخرج فاصل ونتابع هذه الاخبار. والحقيقه النهارده ايضا معنا بعد الفاصل هنذاعها كلمه مختصره للفريق شفيق، سجلها لكل الناس اللي انتخبوه والذين لم ينتخبوه ايضا، هنسمع هذه الكلمه بعد الفاصل. لكن نسمع الاول كلمه الدكتور ابو الفتوح. أنا أناشد كل القوى الوطنية أن تلزم الرئيس محمد مرسي الذي أهنيه بنجاحه ابتداء، أن تلزمه بالتعهدات التي قطعها على نفسه، وأن يحول هذه التعهدات إلى واقع وليس مجرد كلام إعلامي. وأولى هذه التعهدات وأهمها بالنسبة للمصلحة الوطنية هو أن يكون رئيسا مستقلا بحق عن جماعة الإخوان المسلمين وعن حزب الحرية والعدالة. نذكره أيضا بتعهده أن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية تشكل الحكومة حكومة تكنوقراط، لا يكون للإخوان المسلمين ولا لأعضاء حزب الحرية والعدالة إلا عدد قليل فيها وليس أغلبية. بنذكره بأن مؤسسة الرئاسة يجب أن تكون أيضا من خارج حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين حتى تكون ممثلة لكل القوى والتيارات الوطنية. نأمل بأن الرئيس المنتخب يكون رئيس حقيقي، لأنه لا يشرف مصر أن يكون رئيس مصر رئيس شكلي يستلم مقر للرئاسة ولا يستلم سلطة الرئاسة، وده يحتاج لمراجعة ما يسمى بالإعلان المكبل أو المكمم أو اللي بيقولوا عليه المكمل، مراجعة هذا الإعلان وإلغاؤه حتى يكون الرئيس المنتخب رئيس مصر بحق. الموقف من مجلس الشعب، نحن نحترم أحكام المحكمة الدستورية والقانون، الحكم صدر يخص ثلث أعضاء مجلس الشعب، يمكن مراجعة مجلس الدولة أو إدارة الفتوى والتشريع وأنا أدق في تنفيذ هذا الحكم اللي خاص بالثلث. في تحديين بيقابلوا الرئيس المنتخب الرئيس مرسي، وهو التحدي الأمني والتحدي الاقتصادي. دول مفروض في أول 100 يوم يبدأ التحديين دول يدوا أمل وثقة للناس
اللي تعبت من غلاء الأسعار وتعبت من أوضاع اقتصادية بتزداد تردي. نحن بكل وضوح وحسم لسنا مشروع مصر القوية اللي بنفخر وبنعتز به وامتداد لحملاتنا ليس جزء من مؤسسة الحكم، وبالتالي طبيعي أن يكون مكاننا هو معاونة المؤسسة من مكان المعارضة وليس أننا جزء من مؤسسة الحكم.